السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بفكرة فيديو جديد، ازاي تعرف تعمل نسخة بقى الويندوز 7 ديستن. بس النهاردة الفيديو بتاعنا هيبقى معبر عن ازاي تعرف تعمل نسخة ويندوز 7 بإذن الله. ان شاء الله يكون الشرح بسيط وسهل تعرفه وتعمله. ويلا بينا ندخل في الشرح على طول. طبعا بعد ما بنحط السي دروم بتاعنا والدي في دي بتاعنا في محرك الاكراس، بنشغل الجهاز وبنبوت طبعا زي ما احنا عارفين وتعلمنا قبل كده من الاسطوانة والفلاش اللي هنسطب منها. وبمجرد ما يكتب لنا بريس اني كيتو بوت فروم سي دي، نضغط على اي زرار في الكيبورد فبيبتدي مباشرة يدخل على التسطيب بتاع الويندوز بتاعنا والاسطوانة بتاعتنا. طبعا عشان ما طولش عليكم الفيديو والفيديو ما يطولش، طبعا اوقف الفيديو في المراحل اللي احنا مش بنتدخل فيها. تمام، معنى كلامي ان بيبقى بدأ تسطيب يعني من نفسه وانت بتتدخلش في اي حاجة عشان ما تبوظش اي حاجة. تمام، بتسيبه طبعا يحمل براحته لحد ما يوصل لمرحلة التدخل اللي انت بتدخل فيه اعداداتك، بتظبط فيه اعداداتك كده يعني بتاعة النسخ. وهي اعدادات النسخة ويندوز 7 سهلة وبسيطة، يعني هتبقى سهلة علينا بإذن الله. تمام يا جماعة، من اول هنا بنبدأ نتدخل ونظبط بقى الاعدادات بتاعتنا. اول نافذة هي دي اللي بتظهر لنا، نظبط اللغة منها. طبعا اللي فوق ده ملناش دعوة بيه، ده دي لغة التنسيق اللي بيكتب لنا انجليش ملناش دعوة بيها. اللي هنا اللغة بتاعت الويندوز فبنخليها عربيك 101 او عربيك ايجيبت. تمام، هنيجي لتاني واحدة ونختار على الكيبورد، بندوس عليه مثلا مرتين بيكتب لنا عربيك 101. عربيك 101 دي اللي بنظبط، ومن فوق عربيك ايجيبت كده بندوس نيكست. بعد كده انستول ناو، بنستنى شويه لحد ما يحمل. طبعا اثناء تحميل ويندوز هياخد معاك انت وقت اكتر من اللي انا بياخد معايا عشان بوقف الفيديو في المراحل اللي احنا مش بنتدخل فيها اثناء التحميل عشان الفيديو ما يبقاش طول عليكم او الشرح ما يبقاش تقيل، فبالتالي بوقف التصوير اثناء المراحل اللي هو بيطول فيها قوي. فانت طبعا الويندوز بتاعك هياخد وقت تقريبا من نص ساعة و 35 دقيقة بالكتير يعني، فمحدش بقى يقول انا بسرع الفيديو معاك سريع وكده يعني، لا عشان انا بقطع في المونتاج وفي التصوير طبعا. فيلا بينا. تمام، انتوا كده فهمتوا، يلا بينا. تمام قوي، بعد ما زبطنا اللغة بيظهر لنا النافذة التانية دي، بندوس على اكسبت وفك، بعد كده نكست. بعد كده جايب لي خيارين upgrade و advanced. طبعا upgrade هنا لو محملين نسخة اقل من السيفن او نسخة قديمة من السيفن وعاوزين نحط النسخة دي عليها، فلا طبعا احنا عايزين نعمل نسخة جديدة فبندوس على اللي تحت advanced. بعد ما دوسنا advanced بتظهر لنا النافذة ديت، النافذة ديت فيها البارتيشنات الموجودة عندنا في الجهاز. في ناس بيظهر عندها البارتيشن اللي هو دوت مساحته تقريبا 100 ميجا ومساحته صغيرة جدا، محدش ليه دعوة بيه، خليه زي ما هو موجود. ده اللي هو البارتيشن الخاص بالبوت بتاعك او ملفات البوت. بنيجي على البارتيشن اللي هو بتاع السي بتاعنا، بس في يا جماعة اللي هو البارتيشن الاول ده ممكن يكون في ناس بتبقى عندها البارتيشن الاول ده وفي ناس ممكن ما يكونش عندها، فانت برضو ممكن يكون عندك وما عندكش. فاحنا بنيجي على البارتيشن بتاعنا هو السي اللي احنا هنحمل عليه الويندوز دوت نعلم عليه. تمام، بعد كده بندوس فورمات. بعد كده هيظهر لنا النافذه دي التكه اوكي، بنستنى لحد ما يفرمت السي بتاعنا فورمات اللي هو بارتيشن السي، وبعد ما خلص فورمات ندوس على نيكست. تمام، بعد ما خلصنا التكين على كلمه نيكست هو دلوقتي بكابنج ويندوز فايل، هو يبدا بقى يخلص كامينج ويندوز، وبعد كده هيخلص بقى المراحل دي. بعد كده بعد ما يخلصها يبقى انت كده خلصت المرحله بتاعتك ويبقى انت كده تمام باذن الله. نخلص ونرجع لكم تاني. بس يا جماعه ماشي زي اللي انا بعمله بالظبط عشان لو حصل حاجه انا مش مسؤول، انتوا ماشي زي اللي انا بعمله بالظبط وباذن الله هيطلع صح زي ما انتوا شايفين كده. انت بقى روح اشرب لك كوبايه شاي، اعمل لك اي حاجه على ما يخلص الوقت بقى بتاعه كده. بعد كده بعمل هو ينزل يبدا بقى يخلص براحته او كده، اول حاجه خلصت بعد كده هيخلص ونرجع لكم تاني. تمام كده، بعد ما خلص كل المراحل هيعمل ريستارت، هيعمل اعاده تشغيل. هو كده بعد ما خلص عمليه التحميل هو كده بقى يعمل اعاده تشغيل مع نفسه تلقائي،
تمام، رجعنا لكم تاني بعد ما خلص نسخ ونقل الملفات وعمل كوبي الملفات بتاعت الويندوز. تقريبا بيعمل اعادة تشغيل مرتين ورا بعض من نفس الزر، وانت مش بتتدخل في اي حاجة زي ما احنا اتفقنا. بنوصل للمرحلة دي وبنحط اي اسم. بعد ما بتحط اي اسم بعد كده بنتك نكست. النافذة دي لو عايز تعمل باسورد للكمبيوتر بتاعك او للويندوز بتاعك، فلو عايز انا مش عاوز اعدك نكست. هنا بيقول لك دخل البرودكت كي السيريال نمبر بتاع النسخة بتاعتك، فبنتجاهلها طبعا وهنتك على كلمة نكست. طبعا يا جماعة النسخة اللي احنا بنحملها دي بتبقى نسخة مش اصلية، ده عشان ما حطناش السيريال نمبر بتاع النسخة الاصلية بتاعتها. فان شاء الله بس ما تخافوش يا جماعة، برضو النسخة دي بتاعتنا برضو شغالة وتمام، هي جدع حلوة يعني، بس اللي ناقصها بس السيريال نمبر بس. فهنكمل بقى ونتوكل على الله نكمل الباقي. فبعد كده هندوس اسك ماي ليتر، فبعد كده بيظهر لنا الوقت والتاريخ وكده اظبطهم لو انت عايز تظبط. بعد كده بتتك نكست. بعد كده اختيارات الشبكه، اختيارات الشبكه ننصح ان انت تخليها بابليك نتورك، نضغط على بابليك نتورك. بعد كده يبدا يحمل معانا، بعد كده يخلص التحميل، غالبا بيعمل عمليات تشغيل. تمام يا جماعه كده يبقى خلصنا تنصيب الويندوز وفتح لنا الصفحه الرئيسيه بتاعه الويندوز. بندوس طبعا عشان ننزل ايقونات سطح المكتب، بنتك كليك يمين بيرسونالايز. تمام يا جماعه بعد كده بتفتح لنا النافذه دي، بنتك على تشينج ديسك توب ايكونز عشان نحط الايقونات. بعد كده بننزل ايقونات سطح المكتب بتاعتنا اللي هي كمبيوتر يوزر فاير نتورك كنترول بانل. بعد كده نضغط اوكي. كده يبقى انتهينا من الشرح النهارده، شرح طريقه تسطيب الويندوز هي بطريقه سهله وبسيطه، بس عايز بس انك تفهم الموضوع. بس اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك، اهم حاجه الاشتراك عشان انت كده بتدعمنا وكده بتخلينا ننزل لك فيديوهات جديده. وانتظرونا بقى بالفيديوهات الجديده باذن الله، والسلام.